وأشار الياماني إلى أن الجيش الوطني حقق تقدما كبيرا على مختلف الجبهات بالبلاد خلال معاركه ضد الحوثيين. لقد حققت القوات المسلحة اليمنية والمقاومة بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة رئيسية أساسية من دولة الإمارات تقدم كبير خلال العام الجاري في مختلف مناطق الساحل الغربي، ونحن اليوم نتحدث عن عمليات تحرير مطار الحديدة، ولكننا أعطينا فسحة من الوقت لجهود السيد المبعوث الخاص للأمين العام لإنجاح مبادرته حول الحديدة.